السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بموقع fbipro.com. اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا بعض الأوامر ديال الدوس، كيفاش نحولوها لونغاج سي. اول خطوة غادي نحلو بروجيكت جديد لونغاج سي، ابخي في لي كوموند غنكتبو كوموند سيستيم بين قوسين جوج لي كيما اي امر غادي نكتب هنا بحال كتبناه في الدوس مباشره. حنا مثلا نكتب الامر ديال ستارت ونديرو موقع مثلا نكوبيليو البرنامج كما كتشوفوا فتح معنا الموقع مباشره. يمكن ندير امر جديد مثلا ندير MD هذيك نديروها في الدوس كتكري لينا في دوسي جديد. ندير MD ندير مثلا FBI برو ونكوبيليو لوجيسيال كما كتشوفوا لهنا في البيرو الدوسي اللي فوقنا. نقدر نديرو غنيم نشونجيو لو نون ديال ديك الفيشي غنيم اف بي ار ودير اسباس ونكتبو سميه جديده مثلا كتبو ديفور كوبيريو البرنامج كما كتشوف معنا تبدل الاسم ديال البرنامج اسم ديال الدوسي. من هذا الامر يمكن نكتبو اي امر في الدوس يمكن نكتبو هنا وغادي يطلع لينا بحال الدوس تماما. حنا نديرو مثلا الأوامر اللي كنعرفو حنا، نفتحو مثلا هاد الملف اللي صورنا، نديرو ستارت، كوبيليو، أو تحل معاه الدوسي، يمكن أيضا نشونجيو لاكولور ديال ديال الفيلات اللي غطلع لينا مثلا، نديرو كولور أ نيف مثلا، كوبيليو البرنامج، كما كتشوف معانا طلعت لاريال بلون خضراء. الكتابة والزرع كيفاش حنا نعرفو هاد الأكواد؟ مثلا نقدر نعرفو هاد السي مثلا من عفوا من الدوس ويندوز اغ طلع لينا هاد الفلات نكتبو سي ام دي ونكتبو الكالر علم استفهام. هنا غادي يطلع لينا جميع الألوان اللي ممكن ديرها هنايا في الدوس. حنا غادي ناخد الألوان اللي بغينا مثلا بغينا لاغيغ بلو يكون بالبيض يعني غادي نصبقو البيض، وبغينا الكتابة تكون بالحمر يعني ندير اف سي كوبي ديال البرنامج كما كتشوف معنا لاغيغ بلون بالبيض والكتابة بالحمر. ويمكن ايضا نكتبو الكومود اللي كطلع لنا الفيشي اللي كاينين في البيرو كامل مثلا دير كطلع لنا الفيشي اللي كاينين في البيرو كاملين كما كتشوف معنا هما الفيشي كاملين اللي كاينين في البيرو. ويمكن نستعمل اخر كومود مثلا دات كوبي لو بروجرام هادي الفلات اللي طلع لينا فيها لادات كيما دات دي جور. نقدرو نطلعو حنا لي كوموند اللي يمكن نديروهم نكتبو هيلب بحال كتبناها في الدوس تماما كوبي لو بروجرام. هنا غادي يطلع لي جميع الأوامر اللي يمكن ان شاء الله ندخلوها وكتلقى اختصار ديال لا كوموند كتلقى لا كوموند والشرح ديالها. المهم لوبجيكتيف ديال هاد التيتوريال هو انه اي كوموند كتعرف ليها في الدوس يمكن ايضا ديرها في لونغاج سي عبر هاد الانستركسيون. كتكتب سيستيم ما بين قوسين جوج كيمي كتكتب لا كوموند الوسط ما بيناتهم اي بوزابيل كتكوبي البرنامج. بون شونس والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.